السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم احبابنا لي زوم وخواتنا واخواتنا وكاع المشاهدين وكاع المشاهدات اينما كنتم وحيثما وجدتم. المهم خوتي اليوم جيت لكم حلقه ثلاثه. هنا هي صميح كان الحلقه الاولى والثانيه ولي المغامرات وطاحوا وناض وتكسر وطاحوا منه وما على بالي يشوفوا ربي وعطوا له تاشيره خوتي وطلع لبريطانيا. المهم بعد ما طلع بريطانيا خوتي هنا الحق لك اخوتي ما فهمت والو، لقى كراج لقى الضو لقى لك الحافلات تاع طابقين لقى الطاكسي فون الاحمر، قال لك ما لقيت نصور مع الحافله ولا مع الطاكسي فون ولا مع هذاك البريدج هذاك ولا الجسر العابر البحر النهر هذاك. المهم خوتي خلي اخونا عصام يحكي لنا. مرحبا بك يا عصام. ربي يحفظك ربي يحفظك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يا اخي راك لاباس اخي عمار. والله الحمد لله اخويا على سلامتك. الله يسلمك. ليسونسيال قلت لك الحاكت وبعد كيما قلت لك شدوني سبع سوايع في المطار. هاي عندي واحد لادريس تاع واحد في سكنه في حومه الجزيريين عيطوا لها فانسبيري بارك. الحاكت عنده هو كان مسكين داير اوبيراسيون كان داير عمليه. دخلني للدار هو عنده تشوميره. هاي كي داير هو تشوميره عنده شومبرا كاري هذا واحد السيد شاب في الكوزينه وهو في الكوزينه عايش وانا دار لي واحد واحد كوطو بلاكي هكذا يحطم وفرج لي فوقه ورقت. قلت له اعطيني فيسبوك برك نعيط للدار. عيط للدار قلت لهم سي بون طلقوني من المطار سي بون سي بون. غدوه من ذاك هو بكوارط هو كان متزوج بواحد الايطاليه هكذا بسم الله بدا القراطاج ابدا قراطاج اعطيني الدخان اعطيني شمه اعطيني دخان اعطيني شمه وانا يا خويا جاي من البلاد حنين مزن حنين على بالك باللي العقليه مزن بعقلية تاع وليد حومه ولي صوم نمشي معك لي صوم وراجل راك فاهم هذيك ما خرجتنيش على بلادي يا اي والله جاي بنيتي انا بنيتي جاي اعطي له مسكين شوف عمليه قلت انا درت وقلت خويا ها يا روح معليش هو كان مره يخدم مره ما يخدم شو 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 على بالك باللي اخي مانيش نقول لك كاع الانجليز دير الوسواس اللي عايشين في الانجليز فيهم بزاف عباد موسوسين توسوس البلاد هذه ستراس وكذا هو شويه فيه شويه الوسواس. المهم عايش قال لي باش تخلصني شحال هما نورمالمون انا راني راقد معاه في كوزينه نورمالمون كوزينه كي تشدها واحد تشدها بواحد 300 ولا 400 ماكسيموم هذا كنت مزير انا وياه نورمالمون نقسموها او كاري شومبرا للسيد وانا قال اعطيني 400 وانا ما نعرفش جبد عليا انا ما نعرفش انا قلت بالك هذه العقليه هكذا انا ما سقسيت ما يديك ما يجيبها اعطيت له 400 اه جبد عليا ب 400 بالدخان بلا دخانه اوزن الماكله الماكله انا نقضي ونطيب له نديه للطبيب نجري به والله لك تر لي مزيه اخويا نورمال. هاي السيد كي خرج السيد في الشومبره اللي ملها السيد هذاك قلت له يا ودي اعطيني الشومبره اللي ملها 400 قال لي اه غادي نكري فيها 450 كنزيد لك 50 اسيدي عطيني الشومبرا نرقد وحدي انا نحب وحدي نحب نرقد وحدي. هو قال لي لا لا تريح في الكوزينه. علاه خويا ايه ولا خاطر انا ما عنديش كوارط ما عنديش كيفاش نكري عبالك باللي الانجليز سورتو لندن ما كاش الكري يا خويا تموت باش تلقى شومبرا. الخدمه انا كي طلعت في 2018 كانت مزال هذيك تاع اخدم كارطه قدام ناري ورحت اخدم على روحي بصح السكنه خويا لا سكنه لا لغه تسمى ما كاش راح نكري انا ما يكريوليش راك فاهم معليش راني ساكن. كان واحد في البلاد انا كي جيت طالع تلاقيتني في المسجد نوجه له التحيه عادل الله يذكره على خير وبارك الله فيه كان عايش كان هنا في الانجليز وهبط تلاقيته في المسجد في البلاد قلت له يا ودي راني طالع الانجليز وكيفاش وقدامنا ليه شغل ما برونش عليش عم بالو مزال ما علقت راني سقسي فيه برك انا كنت علق اي كي جيت لهنا سمع بيا بعث لي واش وليد حومتي كذا 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 قلت له يا ودي راني سكت برك. قال لي نبعتك عند فلان وفلان ولاد لا مونطان الله يذكرهم على خير نونو وحمزه. قال لي راح ليهم في واحد البلاصه في واحد اخرى ويعيطوا عطاهم سطوف تاع تاعو انا ديك البلاصه رحت عندهم تعرفت عليهم قدامنا لها عايشين هنايا هم دوكا الزوج هبطوا هم عايشين في البلاد كي عرفتهم عرفوني بواحد هذاك الواحد شاف في كوزينه عيط له صاحبه قال له نسحقه خدام يغسل الماعن عيط له قال لي تغسل الماعن قلت له نغسل الماعن علاش ما غسلش الماعن فيها. اول خدمه ليا لحقت جوا خدمت واقيلا ضربت واحد الشهر قاعد هكذاك بديت نخدم هذه كوزينه هذا مول الكوزينه تاعو حنا
عنده زوج كوزينات ونغسل فيه زوج. هي نورمالمون نغسل فيه كوزينه واحده نغسل فيه زوج نخدم هذه نص النهار والاخرى نص النهار. راه يعطي واش كتب ربي. كانوا يخدموا معنا زوج مغاربه كيخدموا معنا ثلاثه مغاربه وشاف جزيري وانا اقسم لك بالله الذي لا اله ويسب واحد المغربي وهذاك المغربي ما يشوفش مليح يسبوا يطيح له. واحد الخطره انا كملت خدمتي على البكري داير قرب قال لي نتايا قاعد بدا يشارشيني قلت له واش بيه قال لي وانت راك قاعد هذا الوقت قاعد انا نخلص فيك وكذا قلت له انا كملت خدمتي. من بعد واش قال لي قال لي انت منين خاطرش انا قلت له خلصني وما نزيدش نخدم عندك. قال لي انت منين قلت له انا بلاصه فلانيه رانا ولاد حومه لقى بلي ماشي كيما مع المغربي هذاك راني نخدم راني نخدم. ومن بعد قلت يا ربي ايه كان قدامي واحد وانا ثاني يخدم تما دابا اللي يجي معنا قهوه قصره ما عقلش شافني شغل قال لي انت وليد فاميليا واش راح دير خاطر انا كنت ديباني في هذه الكوزينه واحد راح للبلاد شهرين ونص ويولي. قال لي كيفاش قلت له يا ودي راني نخدم هنا حتى يفتح ربي. قال لي تروح تخدم مع واحد في باب واحد الكحلوش شاف قلت له ايه قال لي كي تكمل عيط لي كملت. هو كان يخدم معهم شويه بار تايم تما وبار تايم منا هذاك الكحلوش راح نخدم مع عنده. شوف يا خويا العزيز قسما بالله الذي لا اله وما توفيقي الا بالله. شوف ماني قافز ما والو ربي سبحانه يفتح مربع باب مربع. شوف واحد في بلاصي محتاج خدمه يقول انا نصدم نخدم وين جا. وانا يا خويا مانيش نايض على الحرام والله ماني نايض على الحرام. قلت شوف خاطر هذا الكوزينه كنت خدم عنده تاعو انا حلال الاخر تما فيها حلوف قلت انا نتكل على الله لحقت عنده باب راك تعرف الباب من تحتها بار ومن فوقها كوزينه. دخلت عنده دي ترجم لي هذا قلت له شوف قل له باللي من مسمى لا حلو لا شرب. قبلت قبلت ما قبلتش خليني نروح. قال له قال لي انت يا مسلم قلت له اه. قال لي شوف مالك قال لي عندنا هنا دوش دوش وقدامك باللي قدام الباب هذا كاين مسجد. قال لي شوف دوش وروح صلي قبل الوقت وصلي وقرا قران تاعكم هذاك وعاود ولي ودوروا من نحيهولك قسما بالله سيد مسيحي هاني نخدم. شكون قلت كيخدم كوزينه لتاع حد داخل واحد انغولي كان يخدم في المغرب مع سافر تاع انغولا عرف وحده مغربيه تزوج بها دخل الاسلام نخدمو كيف كيف ما بقاش يلحق رمضان هذاك نوليو لهذاك القسنطيني السيد اللي كنت ساكن معه. كان واحد ولد حومه عنده كوارت تاع فرنسا على بالك عمار هنا باش واحد مدلو لادريس في الانجليز نهضر لك انا ماش بلدان الاخرين يلزم لك ما كاش اللي مدلك لادريس هنا باش تستعمل. قال لي اسمع قال لي نحب نجي لانجليز نعيش تما. قال لي وشنو خصني وين نبات قال لي غير سمانه. قال لي خصني لادريس قلت له لادريس انا ما عندي ساكنه مع السيد. قال لي ديبانيني سمانه قلت له صح هي قانون هنايا كي تكري عندك قانون تقدر ديباني واحد 15 يوم. قلت له انا مول الدار باش ما نفوتوش. قلت له يا فلان او جايني فلان جا حدود حوم ما راح نديباني ما يعرفش نديباني هي ما تنور له الدخله والخرجه هو راح يدبر راسه. قال لي لا لا غلق راسه. قلت له راني كاري بدراهمي نعيط لي بنحب. قال لي لا لا جبت السيد. قلت له ارواح جا السيد انا خويا خليت له الفاتح راح نخدم صباح وليت لقيت انا حالو المفاتح لقيت حوايجي برا محطوطين ولقيت انا حالو المفاتح يا بن عم عيط له في التليفون قلت له واش كاين. قال لي والله انا راقد وجد لي المفاتح. قال لي خرجت قال لي خلقت الباب ما عرفتش كيفاش ندخل انا لقيت حوايجي برا عيط له للسيد. قال لي راني جاي راني جاي جا جا وليد عمو وانا كنت مسلف له 300 بوندا. جا كنت هو وليد عمو منا وهو وانا وليد حومه بدينا نحكوا 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 بدا يطير 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 كي غلبت ولقى عندي باللي عندي الحق. وليد عمو سلم عليا وقال لي انت راجل وفحل واسمح لنا وهاك 300000 وتجي معي لداري انا. قلت له لا. قال لي ما خليكش تبات برا. قلت له والله ماني رايح معك. قال لي شوف ها النيميرو. قال لي ما تباتش برا. قال لي تلف لك عيط لي واش ندير هذيك اللي معايا وليد حومه ما يعرفش واش ندير. ديت لواحد شغل لوتيل صغير هو عنده كوار انا ما عنديش واش ندير. رحت للبارك راني مريح بيا بكاباتي راني مريح برا كوني تيجي 12 تاع الليل. هذاك الشيف تاعنا هذاك قلت لك من جامايكا بعد دخل فيسبوك تاعي تشوفوا معايا
قال لي واش بيه؟ قال لي غدوه نخدموا على راك سهران. قلت له حكايتي. قال لي قول والله. قلت له قال لي روح جيب الكابات واروح. بيتنا عنده 3 ايام شاف لي الشومبره اللي قدامه كرهها كريتها. ومن بعد مابقاش على رمضان خويا شهر كومبلي صامو معايا قسما بالله غير شهر كومبلي صامو معايا. بقيت نخدم فيه انا نخدم تما انا واحد المراه وهو وهذاك الشاف الانغولي هذاك الشاف انغولي مسلم انا وياه نصومو الاخرى ما تصومش وهذاك الشاف هذاك قسم بالله الذي لا اله غير صام معايا شهر كومبلي. شوفوا في الفيسبوك تدخل برا طلع الفيسبوك تاعي لقاو يفطر معايا وليت حومه هذيك زيد جبته معايا وعطيت له لادريس تاع هذيك السكنه دار لادريس دار كوارط قدامنا ليه سهل وربي راح اوكي راح وين راح راح للبلاد راح للبلاد يا خويا واش يبعث لي انا متوحش ميمتي الدنيا ويبعث لي شوايه دار شوايه في البلاد ويبعث لي في التصاور وهذاك ثاني كنت نسالو دراع قلت له يتسمى دوك انت هبط قلت له ميم با ما قلتليش كيما تهبط لداركم ولا قلت له انا ما نهبطش قول لي برك قال لي لازم ما تحلفش قلت له بعد اللي درتو علي قايتك ما تحلفش له دوك دراهمي قلت له دوك نسحق دراهمي ابعت لي الدراهم مع واحد ومن بعد يا ربي هذاك اللي كنت نخدم عنده هذا الجامايكي ولا يدير الحمل الحلال خاطش انا شافني ما ناكلش الداخل ولاد يطيب الحمل الحلال الا جاي هذوك الباب عنصريين قالوا له لا ما ديرش حلال حنايا باب الشراب وكذا انت دير لنا حلال لا ما ديرش حلال قالوا ما ندير حلال ما ديرش حلال حبس غرقوا له الكوزينه جابوا شاف واحد اخر واش ندير قيت بلا خدمه واش ندير قالوا لي يا ودي روح صدم للشونطي رحت لصدم للشونطي عابك بلي هنا شونطي كاين تاو انا بزاف نقولوا عاد نجي تخدم معايا في الشونطي ولا شونطي والله ماشي كيما البلاد عرفت السيمان وهمبار والدنيا ماشي كيما كاع البلاد كيجي داخل يدير لنا شغل لارينيو يقولنا جماعه كاين علاه كاين مسؤول تاع الصحه يقول السيفتي بلونغلي يقول لك شوف حاجه ثقيله ما ترفدهاش ولا فرصك اي مسؤول عيط لي في تليفون ويبقاو يدوروا هذوك تاع السيفتي تاع الامان يضرب بتليفونات يشوفوك درت غلطه زعما في حاجه ثقيله يصورك اختار الاولى يقول لك هاي زيد دير غلطه واحده اخرى يضربك بكارطه كارطه صفوره معاه يزيد ضربك كارطه اصفر تزيد دير غلطه واحده اخرى يضربك كارطه حمراء ويزيد يحرق لك اسمك يبعث لهم لي زاجونس يقول لهم هذا السيد تما ما هذا كابابل يدير كارثه هذا راك فاهم راني خدام في الشونطي راني نهبر كاين واحد تاوعنا كان يخدم مع الشوانط مع لي زاجونت يبعث الناس للشونطي ويدي معاهم الف راك فين فراك هكذايا بالساعه خدمنا لحق لحق قريب البريكزيت حبسونا هذا الكوارت واش ندير انا عبيك بلي خويا انا كيخدم في الكوزينه تاع الحلال كاين واحد تاوعنا تما كان عايش في فرنسا دوري لي فوج لي سيت تاع الملاقات باش تعرف النساء راك فاهم بديت وانا خويا كل ما نقعد خمس دقائق هذيك دقيقه نبدا ندخل هلا ونبدا وشنو خويا انا نعرف العربيه شويه نعرف شغل الفصحى نعرفها نترجم جوجل هي منها راك ترفد ومنها كش ما يصح لك نشفالها في 2019 جويت سبتمبر هكذاك واحد السيد هكذا تسوابيت شغل تعقب واللي تعجبها وطاكسيبتي وتقصر معاك وطاكسيبتيني وحده يا يما كتبت لي سلام عليكم سلام عليكم ظهرت باللي هي انجليزيه وكانت عايشه في الترك مع واحد 10 سنين هو مش شيشان عايش في الترك متزوجه به وجابه معاه ثلاث بنات هادو من البنات كيفاش دايرين لله محمد رسول الله وحده ورات لي الفيديو تاعها كانت دير اشهارات تاع ليكوش في الترك ايماجيني باباها شيشاني عينيه زروقه يماها عينيها زروقه شو كيفاش خرجت هذيك الطفله تلك البنات ليسونسيال ما تفهمتش معاه ولات الانجليز قالت لي انا حكايتي قالت لي قصرت مع واحد السمانه قالت لي نتلاقاو هاي تلاقينا وين تلاقينا رحت ليها بعيد شويه برا لندن رحت ليها شوف غير شافتني شريكي حارت يا زحي شافتني طويل السمر هم يحبوا السمر يعشقوا في السمر خويا وانا نريح بزاف نحب السخانه
نحمش البدري بزاف راه كل تعاود جيت بدري وما عندهمش الشمس بزاف. تلاقينا درنا قهوه قدامنا ليه بنات هاد داير يلعبوا في البارك يلعبوا انا خفت لي يطيح ونروح نشد وحده نبدا نلعب معاهم. شفت بعد تكشفني شبلي شغل كيما نقولوا حنين ولا ما على باليش. ايوم بقى كي جينا نتفارقوا بنتها حضنتني قالت لي بابا ما تروحش بابا ما تروحش. ايا في الليل واش قالت لي؟ قالت لي البنات عشقوا فيك وحبوك وكذا ولازم نروح انا وياك لبعيد. انا ومن بعد هذيك انا جايك وانا ما نفهم والو. قلت لها يا ودي ما نعرفش. قالت لي لا لا تعرف. قالت لي تكتب لي. قلت لها يا ودي اني نكتب لك من جوجل ما نعرفش. قالت لي لا لا تعرف عباك هما خويا انا ما خدمتش. قلت لك قلت لها لي زونغلي ما يبريزيوكش ما تعرفش يشجعوك فاهم يشجعوك ما تيماجينيش خو انا جامي تحت في انجليزي بريزاني قال لي ما تعرفش تهضر ولا كذا يعاود لك يعاود لك يعاود لك حتى نتفهم. قلت لكم بعد ذلك انا بديت السكنه نصوتي ما كاش منا نروح منا ما كاش منا خطر كريت عند واحد انجليزي وعبك باللي لي زونغلي واش يديروا يديمونديو من تايلاند خدامه تخدم له في الدار وكاينه اللي تعرف صلاحها تربط عليه يدير لها كوارت. كرالي الفوق صاحبي وخلى لي شومبر انا الفوق مقابلتني ما نعرف مرتي ولا منايا من تايلاند هي ملاي تايلاند هو انسان زوالي ديك الانجليزي نهار كومبلي مريح تحت الدار فقير. كنت نخدم قبل كي حبست من الكوزينه من الشونطير رحت نخدم في واحد الشركه هكذا تاع الفاكهه يعطيك لا ليست هكذايا الفاكهه ديرها في الصندوق نجيب له معايا الفاكهه يقول بنتو يا عندنا بانان اليوم يا عندنا فرس هذا انجليزي اقسم لك بالله غير انجليزي خو يقول لك ما كاش لي زونغلي فقارة وكذا. اي هذيك اللي مرتو مقابلتني كسرت لي راسي طبطب لي تسكرها في الليل طبطب لي دير لي المشاكل في الليل انا لازم نرقد نخدم الصباح هي تجي خدمة تاع 12 تاع الليل تسكر جويه صاحبتها تسكر عياتني كانت تجيني هذيك الانجليزيه هي وبناتها من داك نطيب لهم وكذا الخطره جاتني سكرانه طبطبت لي في الدار قلت لها واش كاين قلت لي شكون هو معاك قلت لها علاش دخلك انت شكون هو معايا قالت لي لا لا راهي معك وحده هي كانت تحوسك فاهم وانا ما برونشيتلاش ما ناش اللغه وزيد يا زحيه تايلانديه دايره كي 14 صباح قالت لي لا لا وشكون اللي راهي معاك وكذا خرج راجلها قال لها واش كاين قالت له فوالا فوالا قال لهم بعد نحكوا غمس لي قال لي راه راه كوب راحك زادت عاودتها لي موراها بيامات وتخرج لها المضربات الانجليزيه تعرف وشنو طيحت من السروال وهبط سبتها 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 قالت لها اي ام انجليش غير قالت لها اي ام انجليش قالت لها انا انجليزيه كيفاش طلقت راسها هبطنا للدار حكينا معاه هضرت معه بالانجليزيه قلت له اي ام انجلش اه قال انت انجليزيه اه جابوا انا عربي يقولك جايب عربيه ولا كي قالت له انا انجلش اه قال خلاص قال ماشي مشكل ويلكم اني تايم قال لها وقت ما حبيتي تجي مرحبا بك ومن بعد قال لي اخرج انا والله العظيم ما عندي وين نروح واش ندير واش ندير قلت له خلاص ما انا جاي نخرج هي لازم هي قال لي واش نوري حتى شهرين ثلاث شهر حتى تلقى قلت له لا انا نخرج وراو لي واحد تاوعنا عنده دار رحت كريت عنده سمانه سيدي يشرب موسوس سمانه قال لي يا اخو راني خايف لازم تخرج لي ويجون الدوله قلت له علاش يا خويا انا وين راح نروح دوكاتي قال لي يتسمى ويتسمى عيط لهاد الطفله قالت لي ما تكسرش راسك قايتك عيطت لصاحبتها صاحبتها كتعرف واحد قالت له هذاك الواحد قالت له روح تعيش صاحبتها قالت له قالت له روح تعيش عندي وخلي له هذا الاستوديو استوديو كاريه هو ب 700000 هو يخلص 300 والدوله تعاونوا ب 400 انا وليت نخلص 300 والدولة تعاونه هو كان ما كان ساكن انا لتما راني ساكن انا لتما هي الطفله هذيك وعلاه هي هذيك الاستوديو ماشي بعيد على دارهم هاي قالت لي روح نشوفوا بابا ايه قلت لي انا بابا ما نعرفش اللغه يا بنت الناس ما نعرف والو قالت لي ارواح دخلت عند بابا طبطبنا دخلنا وش يقول لي في الباب هو يا عمار قال لي انت مسلم قلت له ايه قال لي انت سني ولا شيعي والله العظيم قلت له انا سني قال لي تفضل قال لي كون شيعي نحوزك من الباب قال لي هذوك الشيعة شر من شر ما خلق قعد بديت نقصر انا وياه قال لي انا نعرف التاريخ قال لي وانا كنت مسيحي دوك راني بلا دين قال لي على بالك باللي عندك هذا النبي تاعك عليه الصلاه والسلام قال لي اعظم رجل في البشريه قال له كان راه حي دوك نعيشوا كاع كيف كيف ما كاين لا فقير لا غني قال لي ولو كان راه حي نامن به قال لي بصح ماهوش حي دوك قال لي ما فيهاش هاي الطفلة هذيك راني معاها راني معاها يتعلم فيا اللغة طاق طاق وشريكي
ومن بعد وليت نخدم في الشونطي. واش قالت لي؟ قالت لي اعطيني انا نهضر معاهم على كاين نهضر معاهم يعرفوني بالانجليزيه ما تيكيولكش الكوارب ما يشوفهمش لا حرين ولا لا لا تعيط لهم تلقى لي خدمه انا راح نخدم ناكل الخبز. واحد الخطره رحت للمحامي قلت له كيفاش كيفاش؟ قال لي تخدم. قلت له ما تخدمش. قال لي يا ودي ما حكاش كيفاش. قال لي لازم لك وحده تخدم. قال لي راك تضيع في وقتك معاهم. اوا قلت له ما لا نشوفهم جهه وحده اخرى يا خالي. طلعت لها ما نكذبش عليك خويا عمار لان نولي العاصمه لندن كنا عايشين برا لندن دارت لي حاله تبكي والدنيا وكذا. قلت لها لا غالب. قالت لي نجيبو طفل. قالت لي وقالت لي نخليهم لك على الاسلام خاطرش بناتها باباهم مسلم تخليهم على الاسلام تكرمش الحلوف وتقول له انا ادنت لهم بناتها. قالت لي جامي ادن لهم. والله غير هكذاك وقلعت لها يا خويا عمار. ومن بعد هذيك عاود وليت الانترنت. الانترنت هاي عجوزه منا هاي وحده صغيره منا هاي طاطا بديت نتعلم شويه لغه بديت ندي شويه الاكسبيريونس. قلت لك ما حكيت لكش خويا عمار انا كي جيت جديد تلاقيت بواحد تاوعنا قال لي عندك للسونتر ندور وقال لي نحي لك شويه ستريس. شوف اسمع ما ديرش يديك في الجيب ما تشنفش مش لاكوس مش لاريني ما تخزرش ما تعيطش قبل لي ابيك بريزاني خو واش قلت له واش ندير ما خرجتش من الدار انايا ما نخرجش من الدار تخزر فيا وحده خفت لا نهضر معاها كيف من داك وحده خطره وحده هنديه هكذا ما ديرش ما ديرش ابيك بريك تني بالخلع وزيد بزياده من زيد حكيت لك شي هادي ثاني. انا كل بلادي شدوني الدوله شوف اليونان يا اخي انا رحت عيطت لهم ففو اسمو يا رب وكيستان اخي ما حكيت لكش ثاني في الطرق شدوني كنت نمشي الدوله زادوا شدوني الدوله فيريفيكاسيون لا غالب وجهي انا يقولوا لي وجهك هكذا زدت لهنايا قالوا لي لازم تابلاي في السيت تخدم كارطه تابلاي في السيت تروح دير ترينين شيفت يسيوك لا قبلوك تعلم كوارط وتروح تخدم ايا اوكي رحت للجرين بارك. جرين بارك هذه يدور فيها غير الخليجيين صحاب العطاك تاع السونتر وانا ما نعرفش نخدم بالمابس قاعد ندور في رومبوا وحده والكوزينه غير قدامي ضبط واحد الساعه ونس وانا ندور 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 ريحت وجا اخويا عمار انا جاي حاكم الشوق من الدوله تعرف الدوله تاع الجزائر انا مريح كاع الطوموبيل تاع الدوله رحت نطلب بدلت بلاصه وانا راني فيزا كانت تاعي مازال حيه فيها ست شهور وهما واش دايرين الفيمي بصح عندهم كاميرات لداخل يشوفوا كاع برا شافوني بدلت بلاصه زدت رحت ريح متملهيها زدت جوج جوج يوم جايين يمشيو من البعيد زدت بدلت بلاصه زاد شافوني ندور رحت الكوزينه سييت قالوا لي واسمك سيتي فالديني ولا ما على باليش قلت لهم فالديني ماشي فاتشه تاع فالديني يا رب العالي والله عرفت فقولي ماشي فاتشه تاع فالديني قال لي اسمك فالديني ايا راح راني ندير تراني شفت هذيك راني نغسل في اللمان وجا لي واحد قال لي هلا هلا كان يطق فيديو انا لا كي نعقول جات مولات البار طليانيه قالت له لا ما يهضرش انجليزي واش خصك هم يهضروا يخزروا فيا انا ما ديت ما جبت انا خرجت لبرا خويا عمار رحت للبارك انا قعدت جيت نشعل كارو طاحوا علي باباك مضمى سروال كلاسيك بودي لابس كورطا ساكودو شغل ساك صغير هو شريكي برميدا واسمو تريكو واسمو كاتزيو نوادر كاتزيو هلا وهلا وهلا انا ما فاهم والو قال لي بوليس هي كي يهضر معايا هو هي تشد الكاميرا وكي كاميرا صغيره هكذا وكي تهضر معايا هي هو يشد الكاميرا قال لي خبيت الدخان خبيت الدخان قال لي ار يو فرنش قال لي انت فرنسي قلت له نو قال لي يور مادر فرنش نو يور فادر فرنش نو قلت له علاش تقصي قلت له شغل هكذا فرنش فرنش قلت له علاش قال لي جاست ام اسكين قال لي تعطيني معليش صاكو شركه رافدها نقلبها قلت له ها قلبها قلبها ما لقى فيها والو فيها مزيان ما رفدش هذيك الكارطه تحتي ورفد هذيك الكارطه تحتي انا رحت ما راح ما كاش قال لي يور باسبور قلت له باسبور في الدار هو شغل حكيت مع شي فرنسيه اونجلي خلطتها قال لي منين جيت نتايا قلت له انا جيت فيزا قال لي اعطيني شو اسمك قلت له قال لي اكتبوا لي في ورقه كتب له قال لي كتاش جيت كذا قال لي منين من المطار كذا كذا قال لي عندك قلت له نسيت المطار واسمه قال لي عندك تصويره وريت له تصويره قالت لي ايه راك لابس نفس القمجه اللي جيت بها عيطوا للمطار قالوا لهم يا ودي السيد الفيزا تاعو حيا طلقوه طلقوني قالوا لي نعطيك ورقه باللي حبسناك
قلت لهم لا لا سخفنا لهم يعطوا لي كتبوا لي باللي فلان فلان شدينا ساعة في علاء وكاك راح تخدم ولاك مشغول ولاك يتسمى يباين باللي أنا يدوا لهم اللي كنت عندهم كي جاوا رايحين بديت نعرش زعما وعلاش خبسوني غير أنا وغير هو بعد قلت ما كالم كالم قاعد نقول مع روحي غير ما تكترش يجبدوا لي الضربة تاع الكاميرا ليسانسيال خويا عمر قلت لك بديت نكونيكتي هذه 2020 من بعد جات الكورونا اخويا عمار 2020 كنت هابط خرجت لهنا قال لك ما تقدرش تاكل ما تقدرش تشري ما وانا ما عنديش كوارث قال لك راح يديروا حظر ما يخرج واحد من الدار لقيت قلت والله غير نهبط يا انا ديجا من الاول كي جيت شفت هذيك الدنيا كيما قلت نتايا لي باس وانجلي وكذا اي واحد يطلع جديد يقول لك انا نهبط راك فاهم جاتني هذيك العفسه تاع الاي دي تاع هبط كذا ما عنديش انا في البلاد والو هيا جات قلت الكورونا حبيت نهبط داروا لي كوراج ريح هاني نحكي لخاوتنا هادو التفاصيل تسمى باش انسان يصبر و... ويتعلم الدنيا هادي شفالها راني قاعد انا كنت عايش مع صاحبي كرهت له حياته كل ما يدور لي يلقاني تليفون تيك 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 ومن بعد شنو تولي تعرف شويه كلمات وعرفت شكون من وحده وفاش مع شفت لاقينا على قهوه ما ساعدتهاش واحد شافني اللغه ما نعرفش واحد شافني كدا واحد تحلبت لي ما عنديش كوارت انا طايح فرنسي ونقصر مع واحده خويا طبيبه تاع اسنان هلا واحده لا انا قدامنا ليه قصرنا شويه قلت لها خذوه من دبر لا واش تلاقاو على كوفي قالت لي ايه نتلاقاو على كوفي كورونا زمان كورونا رحت ليها وين جهت وين تسكن درنا قهوات لقينا هكذا في واحد البارك مريحين كذا من لها في الليله كنقصروا قلت لها عجبتك قالت لي نتايا قالت لي عندك شخصيه مليحه قالت لي وطويل سمر قالت لي ما خصك والو قالت لي وانا واش رايك فيا قلت لها انت ابري ولينا نتلاقاو وانا ما قلتلهاش بلي انا حراك واش تخدم نخدم في الشونطي عاود وليت للشونطي عاد خويا عمار هنا الانجليزيه نهضر على الانجليزيه ماشي نهضر لك على اوروبا الشرقيه اوروبا الشرقيه خطك منهم ساهلين في هما في الكوارت كوارتهم ساهلين لي زونغلي كوارتهم واعرين بصح انا هذيك عقليه قولي بالك طليانيه بالك انجليزيه بالك هادو ما اوفر يحبوا العرب يموتوا على العرب كاين يقول لك انا والله غير يموتوا على العرب بصح وانت ثاني كن عند روحك انسان نقي قدامنا لها واحد خطره قلت لي واش رايك تروح معايا للدار لدارنا قال داركم قلت لي ايه رحت تلاقيت شوف خوها يماها صاحب يماها خوها وصاحبته امريح في الوسط اه منين انت انا من فرنسا بدينا نقصروا واش من بلدان ضحكوا على البلدان ايه البرتغال والله اللي شبونه هذيك والله غير نايس فيري نايس اللي شبونه هذيك رحت لها اه وش رايك وين رحت تاني رحت اسطنبول رحت الادرنا انا رحت الازمير وما قاع طايس حرقه انا ما رحت زطاي حواس ايه واليونان ايه تيصالو ليك نايس وانا ما انا نعرف غير الازمات رحت لها تيصالو ديك الله العظيم يا ايه وكيف باري باري هايله باري ايه وين كنت عايش كنت عايش في انا على بالك بلي حومتي اسمها سيتي دي بالمي في البلاد حي النخيل وي كنت عايش في فرنسا في سيتي دي بالمي بس فرنسي فرنسي راح قاع عربي ايا بعد هذيك انت عندك كوارت ما استاونيش والله ما استاوني على الكوارت قالوا لي تما وين زايد وداك عايش زايد في فرنسا تما مادام زايد في فرنسا اوتوماتيك عندك كوارت تعرفت على دارهم هيا شوف 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 لي بدي بنت الناس اللي حاب نتزوج كان شوفي الحرام وقتان خاطيني وانا صح خويا عمار انا والله غنخاف ربي في هاد الصوالح انا شوفي الحرام انا خاطيني حاب نتزوج قالت لي نزيد نتعرف عليك تحكي لي على دينك وبدا قلت لها انا ما نقولكش ارواحي للاسلام يا بنت الناس كيما حبيتي هي قلت لها بصح مش نسقسيك كنت هي واش المسيح بالنسبه لك قالت لي المسيح هو عبد الله هيا قلت حشينا راك تقول لك هو عبد الله تما ماشي واش يقولوا لها بدون ديانه هذيك without religion تما مسيحيه كتابيه قصدي يهود اسمها مسيحية ولا قالت لي وتحكي لي على الدين تاعك وخاوتك وقدامني وداركم بديت نحكي لها وكان عندي سبعه خاوتي شافني دوس لها يمه تحكي معها
يما تحكي معاه شافني كسر مع اختي شغل عندي علاقه جيده مع دارنا فبقات مخوفتها حاجه واحده قالت لي انتم العرب قاعد تزوجوا صغار قالت لي بالك انت مزوج وعندك دراري في البلاد لا خاطر اللي نتلاقى بها نقولها عندي 35 36 ماشي مزوج ما تهمنيش تقول لي كيف انتم العرب تزوجوا صغار وزيد حطها كيما انت جان كيما انت يا طويل وسمر انا في البلاد كان يقولوا لي واحد تقول لي انت ماشي شباب ما تساعدنيش راك فاهم واحد تقول لي ستايلي قسما بالله الا كنت واحده بريزاتني يا والله ما بريزاتني واحد انا اللي تقول لي اللي تلقى بها تقول لي اوه انت حطها فيري نايس او ماي جود او ماي جود اقسم او ماي جود يو نو ماريد تقول لي انت ماشي مزوج انت ما عندكش دراري 36 سنه ماشي مزوج يا خو وانا احبو ثاني خويا اللي يخدم هارد هما ما يحبوش واحد شغل يخدم طري الله يرحم هذاك الخو كي نقول نخدم في الشونطي تقول دارمي ورك هارد اي ورك هارد تسمى شغل يخدم حارك فاهم وقالوا لي منين تعلمت اللغه قلت لهم انا ما نعرف والو جيت هنا ما نعرف والو تعلمتها من برا زادوا قادروني تحاولي قالوا لي تسمى انت انسان شغل متقبل قلت له قالوا لي تعرف شويه انجليزيه قلت لهم نعرف مليح فرنسي قالوا لي تعرف مليح فرنسي عربيه تري لانجويج وزدت تعلمت من برا ماشي قلت قالوا لي رحت للسكور قريت ولا شغل زاد قادروني وخويا يعني قلت لك قادروا العرب يا اخو انا نهضر عمر لي زونغليه يقادروا العرب لا محمد رسول يحبوا العرب ليسونسيال اه واش نديرو كيفاش نديرو هاي قالت لي خلاص نتكلوا على الله عز وجل نتزوجوا هاي بسم الله بصح شنو يا خويا العزه نكملوا شروطي قلت شوفي دراري ما كاش تنريق الكوارطي قلت لها قبلك حراق مع الوقت قلت لها خلاص طيحتها في الشبكه خلاص ولا تحبني يا عمار هنايا ما ديكلاريش من الاول طيح خشينا الماكسيموم ومن بعد هذيك تولي تحبك على كي تولي تعرفك على دوك نقول لك يا عمار هنايا اللي انا نهضر عليه في الزونغلي وفي الانجليز صراو حوادث برا واحد يروح يعرف وحده راك فاهم كاين اللي خطفها كاين اللي قتلها المره الاخرانيه في وقت الكورونا واحد البوليس في وقت الكورونا والحجر يمشي يدير بطونوبيل يروح سيبير بطونوبيل يخرج يلقى مضامات برا يمشوا يقول لها انت عندك مخالفه راكي خرجتي في وقت الكورونا يقول يدير لها لي مينوت ويديها واش يدير يديهم حاشاك يواسي معاهم ويدفن يقتلهم ويدفنهم فاهم بعد تحلبوا له شحال من وحده ديال لا هكذا على بالي شغل هادو الحوادث ولاو الكور شغل يقول لك انا نتعرف به اونلاين خير راك فاهم نقصر معاه شويه نرفع عقليته قبل ما نتلاقى به كيما كان الحال قلت لها انا يا حراك قالت لي ويزاوت دوكيمنت قلت لها اه ويزا كيفاش كيفاش كتخدم قلت لها هذه في هذه قالت لي كيفاش هما يعرفوش هذه تاع الدراح ولا فايز قلت لها كيفاش هذه في هذه قلت لها انا نخدم قالت لي تسمى نتايا جيت هنا وما عندك لا لغه لا صنعه وراك تعلم في الهضره البرا وراك شنو تنافيكي وشونطي وكذا قلت لها اه قلت لها خليك تخمي قلت لي ما خممش قلت لي المهم انت يا راجل قلت لي واش دخلني قلت لي المهم انت راجل قلت لي نوقف معك بلاتي بلشي نقدر عليك ما نكسرش راس قلت لها بنت الناس قبل ما نتزوجوا قلت لها ديري في بالك مليح باللي انا خطره خدام بالك خطره يفيق لك وارط كذا قلت لي شو قلت لي ما عندكش حوايج نشري لك ما عندكش سكنه انا نكري اقسم لك يا خويا عمر بالله حرفتك ماشي حرفتك اليومين هذا دورو في الكرامه مازال ما خلصت هي تخلص كلش مسكينه هي كلش خو وشنو قالت لي كونك في حال كيما يقولوا خاطر شوف القوريه ضربها ضارب معاها كله لا شداتك خونتها قطره راهي خلات عليك وانا كيفاش خويا عمر بزيرتها باش نتزوجوا واحد الخطره راهي معايا ويقول لي ميساج في الواتساب قالت لي وشنو هذا طرطقتها لها قلت لها شوفي هاكي تليفون وجبدو شوف بدات تلقى المنظمه اللي بعثوا لي شحال من وحده تبعث لي قالت لي كيفاش هذا يعلى قلت لها بنت الناس انا ما نديرش الحرام انا حاب نتزوج قلت لها انا ما نخرجش وندير هذو العفايت قلت كاين نتزوجوا راكي تعطليني قالت لي نكون نتزوج وتوعدني انت تفاصي كلش قلت لها دوك نفاصي كلش نوعدك قالت لي خلاص غادي نحوس على السكنه اخويا عمار راني نحوس على السكنه تزوجت انايا في 2021 وعبك بلي خويا عمار انا نصيحه لخاوتي كاين واحد هنا فاميليه تلاقيت به عنده عام ونص هو مع وحده ما عنده حتى بروفا معاها وما عندوش دليل بلي مزوج بها انا نقول خاوتي الحراقه منظر كي تعرف وحده هي اوروبيه كوارتها سهله على الانجليزيه سهله
الاوروبيه بلا دراري كتبها عامل بلي برو يعطيك كوار زعما كونديسيون تكون خدامه وتكون تخلص 18600 في العام. تحت 18600 ما درنا والو. وإلا كانت دايره تشوميرا ما درنا والو. راك فاهم؟ لازم تكون تخدم تخلص 18600 للعام. ايا ولازم تكون خدامه خاطرش كي تحب تزوج يا خاوتي ما تروحش تشوف الصغارات هذوك خطيك من الصغارات 18 و20 و25 هذو غير خطيك خويا. شوف شغل زعما نتايا انا كنت 34 قاعد نحوس من 25 حتى 30 هيا قلت لك تزوجنا بديت ندير بلي في لي بروف عشت مع 14 هاي بابا مسكين بدا يمرض كي شفتها هي انتيكه قدامنا ليه قلت نجيب وطق واش رايك في الطفل قدامنا قلت لي حتى ندير كوارتك لا يا ودي انت يا شغل يا اخو انسان خير اقسم لك بالله الذي لا والدي يدعيني بالخير لاقي مرأة ما نلقاش كيما هي ويجيبوا لي 100 وحدة ما نبدلهاش لا الله محمد رسول الله الطفل كتب ربي يا عمار بعد رحت خدمت كوزينة من شونطي خدمت كوزينة رحت نخدم كي خدمت كوزينة ليسونسيال هي رفدت نشفالها طك 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 زاد الطفل في 4 اوت اللي فات 2000 و الله يسلمك 2022 كمل له قلت له انا نسك تعرف نسميها الاسلام قلت لها ان ديانته مسلم راكي تعرفي هي قبل ما نتزوج اخويا عمار عيطت لجدها جدها متدينه قلت لها جدها احكي لي عليه قلت لها بعثي لي تصويرته وبعت لها قلت لها احكي لي عليه قلت لها هذا ديانته واش قلت لها هذا مسلم قلت لها اوكي قلت لها يروح للمسجد يروح قلت لها اه قلت لها يروح لهذيك تاع الجمعه تاعهم هذه قلت لهم كل جمعه قلت لها اه قلت لها من داك نعيط ونبعث لهم ما يرجعيش نقول له وراك يقول لي في المسجد راح نصلي قلت له واش علاقته بينه وبين يمه وبين باباه قلت لها علاقه جيده دائما يحكي معهم يضحكوا يجوزوا لي قلت لها هذا تزوجي به ما تدورش موراك ما لقاش يحكي معها زيد خويا عمر قالت لي ما نصطل ما نشرب في حياتي ما شربتش في حياتي ما صطلتش قالت لي بس الانسان سيريو تزوجنا جاني الطفل في 4 اوت وزادوا حبسوني من الخدمه ما كتبتش خدمت معاهم عام ثاني كوار ثاني ما كتبتش زاد طفل في 4 اوت بديت نجري على كوارتي نجري على كوارتي لو 4 نوفمبر فتهم الحمد لله انا تمام دولي كوارت قالوا لي ما مديناكش على مرتك قلت دفعت كوارتها بيس لي بزاوحه الفيش دو باي مدينا لك على وليدك لو 4 نوفمبر شديت بي لو 1 ديسمبر هبط البلاد انا باب الله يرحمه الله يرحمه مات في 2021 بالكورونا الله يرحمه الله يرحمه بابا ما فرعان حابين ندير كوار تمتم باش نهبط نشوف بابا الله يرحمه بابا عزيز عليا ادعوا له بالرحمه المهم لو 1 نوفمبر امين لو 1 نوفمبر شحال كانت في الغربه مش قلت امورك قعدت ربعه شوف مجوي قعدت ربعه جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر 4 سنين و 4 شهور على كل حال عداش اكتيفيت انت ماشي شغل اخويا عمار كاين عباد هنايا راهم 10 و 20 سنه ما عندهمش كوار الانجليزي صعيبه في كوارتها انا ني قلت لك يا اخويا عمار ربي عز وجل ربي سبحانه شوف ما نعرف لا اللغه لا والو لقيت مراه وخدامه ما شاء الله خدمه ما شاء الله وإنسانة طيبة ورفدتني خويا عمار أقسم لك بالله يا خويا العزيز غير التوفيق من الله عز وجل أنا ما عندي حتى دخل ربي سبب لي أنا سببت جريت قدامنا وربي كتب لي والحمد لله يا ربي فاهم على بالك ربي كاش دعوة كتعجوزة ولا دعوة بابا الله يرحمه ولا دعوة طميمتي ولا ماني ظالم ناس ماني سارق ناس أنا سكوك راوني بزاف خويا الواحد يريد حومة دالي ألف بفور كونفيونس كيفاش اسمعهم كاين كوارط شافني جديد هو كان حراك تاني شافني جديد قال لي كاين كوارط على واحد شحشيت الكوارط هذاك واش يدير هذاك السيد يخبط البنكة ويخبط لفرنسا خبطوني في الف سكنت مع واحد خبطني في الديبوزيت سكنت مع واحد تاو انا تاني خبطني في الديبوزيت تاو انا ما يعاونوش الا من رحم ربك تاع الانجليز نهضر راه سورتو لي زونسيا الا من رحم ربك ماشي كاع شوف خويا عمارك انا كيجي جديد قالوا لي دخل الجروب تاعنا في الانجليز
ندخل واش نلقى غير السبان تاع الدين. ويا قال انسان مدين تهضر تقول لهم يا خاوتي كاش خدمه حلال يضحكوا عليك انت يا جلال لو ربحش على خدمه حلال هكا يجيبوك انسان متدين ما يعجبهمش الحال ما تحكي لهمش على الدين. انا ننصح خاوتي في الغربه انا كان كنت ساكن مع واحد سكنت مع عام وسكنت مع 18 شهر ولي فاميليا تاع مسجد انا وياه نصلو هذاك نحالي تاني بزاف ستريس في الانجليز فيها ستريس بزاف دير صاحبك اللي يكون انسان ملتزم تاع الدين خو سي نقسم بالله غير الضيح راك فاهم انسان تاع الدين اللي كي تغلط يوجهك يقول لك يا فلان راك غلطت ولي الطريق راك فاهم وكاش الله هنايا تحكي لهم على الدين ولا يشوفوك انسان قديم جاي خاطرش هما كاع رينا يحبوك يحبوا يدوك معاه في الرجلين شوفك انسان ملتزم وتاع صلاه وتاع مسجد وفريتها على البكري ما يحبوش انا كيف كوارطي عيط لي واحد سبني طيح لي علاش طيح لي كيف كوار واحد ما واش يهضر معايا دوك على ما حيتمش كي تهبط البلاد ما قلتوش اسمع اني هابط انا ومرتي وليدي خي معليش نهبط معليش يحبوا هما هكذا راك فاهم ديجا انا قبل ما هبط من البلاد كانوا على بالهم بلي عيطوا عباد منا راهو هابطوا ومرته وليدو في نهار الفلاح واحد يقول لواحد واحد يقول لواحد واحد يقول لواحد كهبط البلاد عيط لي واحد عيط لي وقف التليفون في الدار السلام عليكم هضر مع يما واش على باس عصامه هنا عصامه هنا كي جي جوزولي هضرت معاه قال لي على بالي بلي ما حلبتش وقال لي من حقك وقدامنا ليه كيفاش عرفت قال لي انا عرفت قبل ما تهبط قال لي كيفاش عرفت قال لي فلان قال فلان وفلان قال لي يا ودي قبل ما نهبط ودير في بالك كل شيء ديرو هنا وعندهم لتحت معليش قول لي عشوف خويا انا اللي اداني بيني وبين ربي الحمد لله هذوك الدراهم اللي راحوا جبناها قلت لك انا هبط البلاد لو برومي ديسمبر هبط البلاد هبطت معي المخلوقه هبطنا في المطار شوف بوليسية هكذا بدا باكي وركا تشد تقول بوليسية اسمع يا روح جاي صاحبك خزرت فيها قلت مش بها هذه مش بها تعيط عليهم هكذا بوليسي قال لي اي امشي مليا راح امشي مليا قلت له هذا وش بها هذا يا شوش قلت له شحن قلت له احنا عندنا هنايا شغل عندنا شويه عنصريه قلت احنا قال لي اخي قلت لي باللي 99% من المسلمين توما في الجزائر قلت له اي هذا من الكفار اللي قلت عليهم 1% صاحبك احنا عندنا الحساسيه شويه احنا اقسم لك بالله هيا اخويا العزيز من بعد قلت لي ما عندكمش لي توريست قلت لي غير انا وحدي يعني توريست غير انا اللي قلت لي نحكي انجلي واحد في الطياره ما كاين انجلي قلت له حنايا ممنوع علينا التوريست عابك في البدايه خلعت لي شويه هيا في المطار هبط لقيت اميمتي لقيت خويا جا استقبلني رحت للدار خاوتي قدام يا خويا عمار يا خويا عمار ربع سنين ونص اللي مات بات واللي راح والدنيا الفقراء مساكن يا عمار بكري كنا صغار شويه كي بدينا نتعلموا الدخان نحشم نروح لواحد يقول اعطيني كارو مام صاحبي دوك تهبط البلاد الناس تطرونكليك على الدراهم خويا عمار ماشي غرضهم هما الله غالب عليهم مساكن الله يكون في عين الزوالي عباك هبط لهاد البلاد تشوكيت خو عبك بلي تشوكيت الناس راهي عايشه في واحد المعيشه يا خويا عمار يا يما الزوالي مسكين يا ربي ويكون مع الزوالي مسكين بدلت كاع خو ليسونسيال ختنت الطفل هايا وسميته على اسم عبد الصحابي بن جبل قالت لي نديروا له ميدل نيم عبك بلي هنا يديروا ميدل نيم لا خير اسم بعد خطرني دير القرآن سمعت هذيك الآية تاع زيد كان واحد الآية فيها كلمة زيد يا ربي نسيت هذيك قلت لي زيد. وش يكون زيد يا ربي كان واحد الآية هكا مذكور فيها كلمة زيد نسيتها المهم أنا حنا متفاهمين من الأولي لا جات طفلة قلت لي نسميها صافية هاك فاهم قلت لها على الصافيه قالت لي خاطرش انا يجوا ينحوا عندي الدروس وقدامنا قالت لي واحد الطفله اسمها صافيه قلت لي عجبني اسمه صافيه صاحبتها سعوديه تخدم معها قلت لها نسمي وليدي طه قالت لي لا لا عندها طه وياسين قالت لي هذه الزوج لا لا فمحمد محمد واش قالت لي انا مانيش ضد محمد ولا قالت لي بصح قالت لي ادخل في جوجل وتشيكي تشيكيت في جوجل الاسم اكثر شيوعا في انجلترا مده 5 سنوات الاخيره كاع محمد سوتو تاع بنغلاديش باكستان هذو كاع محمد قلت لي انا دوك نعيط لوليدي برا محمد قلت لي جوني قاعد تاع بنغلاديش وباكستان راك فاهم وعبك باللي هنا سوتو الانجليزيه تقول انا باكستاني ولا زعما بنغالي هندي تقول كدي حكايتك وروحها ما كاش كيفاش خويا ما كاش
بصح تقول انا جزائري مغربي تشوف معاك، بصح تقول انا باكستاني وانا يا هندي تقول لك ادي حكايتك وروح وما ديرش موراك، هم معروفين هما كتعب. قلت لك هذه يا اخويا عمار خدت انت طفل ومن بعد بعتها، ولا اديتها هكذا حوسك. قلت لي يا ولد قلت لي بلادك شابه، قلت لي بلادكم هايله يا زلمه. قلت لي انا عبالي جزائر افريقيا، انا قلت صحراء. قلت لها واش من صحراء؟ قلت لي انا جاي في افريقيا، انا قلت فيها صحراء الرمل. قلت لها واش من صحراء واش من رمله يا بنت الناس؟ خويا شفت الجزائر ديتها من ديتها كلات الحوت كذا دهشت خو. وشنو قلت لي عندكم زوج عفايس عيانين الزبل وراكم برومو. وعباك انا غلطت ديتها معايا المارشي، قلت لي ما خرج تخرج معايا تحوس شويه، ديتها المارشي خويا شاف الحشره راس تاع بقره معلق مذبوح ولسان هكذا خارج هكذا خارج. قلت لي امشي اما قبل لي اقسم بالله انا غلطه تاعي. وزديتها المارشي خويا عمار دايرين الكانزا والكبده البره والدبان. قلت لي اسمع هذاك الدجاج اللي كليناه البارح شريته منا؟ قلت لها لا 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 ما شريتيش منك، شريته من الحانوت القيم لها. قاسم صورت هذيك الراس تاع البقره مع بعثت للدار شوف شوف هذه البقره. قاسم بالله قلت لك ليسونسيال خدت انت الطفل عاود كي عاود بعثتها منا خرجت نورمال. حكيتها هنا الانجليز خويا عمار ما خلاهاش تدخل. قالوا له راح باباه، قالوا له راح باباه واش انت راح تدي دراري وخرج ولا خطاش علاه؟ انا هبطوا بالبريتيش وبالجزيري راك فاهم، وبين زوج فيهم اسمي على اسمي انا يعني نمشي ندخل على اسمي هي ماشي على يعني نزوج بها بالفاتحه راك فاهم، ماشي متزوج بها قانونيين. وراه بابا يا ودي قالوا لا جبنا شهاده ميلاد، شهاده ميلاد مكتوبه فيها اسم الاب واسم الام باش تلقوها تروح. قالوا لا خطر الجيب لا بابا ما تفوتيش. وما حكيت لكش حكايه اسمح لي حرقت لك مراحل. كي جيت نتزوج عيطت لواحد الامام في التليفون قلت له اروح عقد فتح لي. واش يقول لي عمار؟ قال لي لازم تخلص 65000. قلت له علاش 65000؟ قال لي باش نعطوك هذيك الورقه شغل هي ما عندهم ما يديروا بها. المحامي قال لي ما عندك ما دير بها ورقه من المسجد باللي فلان وفلانه جاوا داروا عندنا الفاتحه. قلت له انا ما عنديش. قال لي لا لا ما نزوجكش ما نديرلكش فاتحه. قلت له ديرها لي في الدار. قال لي ما نديرها لكش في الدار. ورحت للمسجد تاعنا دخلت عند الامام تاعنا السلام عليكم شيخ سلام. قلت له باش دير لي الفاتحه. قال لي جيب لي ما عنديش كوارت روح نعقد. قال لي ما نديرلكش الفاتحه. والله ما حب يديروا لي يا خويا العزيز حيت الواحد تاعنا يخدم بوشي. قلت له خونا ديك من الاخر نعيش في الحرامه. قال لي كيفاش؟ قلت له نعيش في الحرام تحب تدي الاجر تحلي تحب ما تجيش ما تجيش. مسكين جا في التحلي كيما قلت لك عاود ولات الوسمو. انا عاود وليت كي جيت داخل حبوا يشوفوا معايا كيما خطر الاولى اخويا عمار حبوا يشوفوا معايا. قال لي انت من جبت هذه الكوارب؟ قلت له من الاخر. قلت له اي ماي. قلت له ماي سان از بريتيش اي ليف هير. قال لي وليدك بريتيش. قال لي سوري كاش علي. قال لي وهذه هي حكايتي انا اخويا عمار. انا نعطي خالتي نصيحه ارواحوا يا خالتي ارواحوا بالفيزا يرحم والديكم يا خالتي ارواحوا بالفيزا يا خالتي. الطريق الحرق لوروب هذه ماشي هذيك اللي دير عليها هكذاك. انا ضربت زوج حرقات خويا عمار ما نديرش عليها. انا كون على بالي هكذا ما نضربش زوج حرقات ماشي هذه اللي دير عليها هكذا خويا الغالي. اروح بلورو اروح بالفيزا وشوف زهرك ساعدك الحال ساعدك ما ساعدكش ولي لبلادك ما تجيك فيزا خويا كوارتك ساهلين راك جيت قانونيا راك فاهم خويا تجيب قدرك ما مش يشدوك باباك البرا يقولك جيت فيزا بالقدر تاني. صح يا خويا الحرقه يا خاوتي يا خاوتي سورتو فرنسا هذيك شو يحكوا لي عليها خاوتي تاع فرنسا وتاع طليان تاع اسبانيا ديروا حسابكم مليار بالمئة مي يطلعوا من فرنسا مي يجوا لهنايا راهم ما بيحكيوا لي والله الله لا حول ولا قوه. واللي دخل للتحت وخدر كيفاش يجي الانجليز يجي الانجليز خاطرش هنايا عنصريه عنصريه خاطر راح نخدم في شونطي خويا عمار غادي نخدم في شونطي. كان رمضان المسؤولين عيطوا الخدامين كاع كانوا في كل شونطي تلقى خمسه لي كومباني سته كنا واحد البيتين خدام. قالوا لهم يا جماعه غدوه ان شاء الله رمضان. قالوا لهم غدوه رمضان وهذا رمضان تاع المسلمين يصوموا شهر والمسلمين يتقلقوا كي يكونوا صايمين وما تفرسيوهمش راهم صايمين شهر كومبليت رمضان انا راقد خويا عمار. ما كاش لي زونكلي ناقصين في العنصريه بزاف ما قليل نتاع في واحد عنصري قليل. انا اللي شفت عيني ما تعاملوش معايا بالعنصريه. الانجليز مليحه في هذا الشيء لتحت واش راهم يحكوا لي يا خاوتي. انا هذه هي رسالتي ولا هذوك خاوتي. المهم
خويا عصام مشكروك على قصتك، قصتك كانت شيقه و... ربي يحفظك. الحمد لله لك ربي شت ان شاء الله يفرج على خوتنا كاع اجمعين كاع ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق على خوتني مازالوا ومشاهدي المشاهدات. نقول لكم ربي يحفظكم يعطيكم الصحه، واللي باغي يحكي حكايته خالتي او يرسل لي في الانستغرام هنا. ومرحبا بك، مرحبا بجميع المش سواء مرأة سواء رجل، مرحبا بأي أي أي جنس، ما همناش حنا، المهم عندك حكاية غربة تجربة في الغربة. وصافي بليزير خاوتنا كي سمعتونا وسمعتوا القصة تاعكم، إن شاء الله نتمنى وكانت عجبتكم. وخونا عصام إن شاء الله ربي يكبر لك ابنك في طاعتك وربي يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك ويعطيك صحة بلا مزية أخويا الغالي، ربي يحفظك.